ذكرت 9,000 طلب، وهذا فقط الطلبات التي قدمت للاتحاد الأوروبي. علينا أن نتذكر أن هذا رقم صغير، هناك عدة آلاف سببوا هلع وذعر في الاتحاد الأوروبي. في الواقع هناك تركيز على غزة، والأرقام الموجودة لدينا، السودان هي أزمة داخلية ودائما كانت هكذا، وأغلبية السودانيين الذين اضطروا لمغادرة بيوتهم لأنها دمرت أو هوجمت لا يبتعدون. هناك 8 ملايين نازح داخلي في السودان، وواحد ونصف مليون لاجئ عبروا الحدود. هناك لاجئين من دارفور ونصف مليون موجودين في مصر. بالنسبة للباقين نعرف أن جزء منهم يستمرون في السفر تجاه البحر المتوسط، ولكن لا يزال هناك بعض الناس خاصة الشبان عندما يصلون إلى تشاد لا يرون أي شيء هناك، ويرون الناس تعيش في الخيام منذ 20 عاماً. نعم.